المفروض نلاقي الراعي بأسرع وقت. نيران رح يضل عم يلاحقه لحتى يلاقي. ما رح يعرف الحقيقة أبداً لأنه أنت ما رح تحكي له. ما رح يعرف إنه نامت مع هازارشاد أوغلو برضاها. بدي أسألك سؤال افتاح. بدك تسكتي كل اللي بيعرفوا هذا الشيء؟ وإذا لزم الأمر بقتلهم. هو رح يضل يفكر إنه إنسانة صالحة وشريفة. زهرة الثالوث من الاثنين للأربعة بعد الأخبار على الـ LBC.